بمناسبة نهاية الفصل الأول واقتراب العطلة المدرسية، تواصل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بالتنسيق مع مديرية التربية حملاتها التحسيسية لفائدة الأحداث بمختلف الأطوار، وهذا بهدف تحسيسهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية استغلال هذه التكنولوجيات من جانبها الإيجابي في المراجعة والتحضير للامتحانات، بالإضافة إلى تذكيرهم بأهم الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أثناء العطلة، وكذا جملة من النصائح والإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية.